إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 155 والآية 166 من سورة آل عمران، فإلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الآية الأولى من هاتين الآيتين معطوفة على ما جاء في الآية التي قبلها، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال من قبل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت. ومن المحتمل أن يكون هذا العطف على قوله لا تكونوا كالذين كفروا، ويحتمل أن يكون معطوفا على قوله سبحانه وتعالى والله يحيي ويميت. ويحتمل أيضا أن يكون العطف على ما جاء في تذييل تلكم الآية، وهو قوله تعالى والله بما تعملون بصير. كل من ذلك محتمل، والكلام لا يزال ساريا في نفس السياق السابق، وهو ما جاء في تلكم الآيات المتقدمة من تحذير للذين آمنوا من الوقوع في مصائد خدائع القوم الكافرين، وما جاء فيها من استنهاض هممهم لئلا يصطدموا عندما يصابون بشيء من أمر الله سبحانه وتعالى كالذي وقع بهم في غزوة أحد، و ما جاء أيضاً فيها من تسلية هؤلاء المؤمنين وإفاضة الطمأنينة عليهم بأن الله سبحانه وتعالى عفى عنهم مع ما ارتكبوه من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم في نفوسهم من الندم على ذلك. نعم، وقد تقدم هذه الآية ذلك التحذير، تحذيره سبحانه وتعالى أن يكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ذلك لما سبق بيانه هنالك من أن مثل هذا القول فيه فتح لباب عمل الشيطان، إذ الأمور كلها مقضية وتجري في واقع هذه الحياة حسب ذلك القضاء، ولن يخرج شيء عن سنن قضاء الله سبحانه وتعالى. فقد جفت الأقلام ورفعت الصحف، وما على الناس إلا أن يعملوا وأن يستجيبوا لداعي الله سبحانه. أما ما يصيبهم من نفع وضر وخير وشر فإن ذلك كله إنما هو بقدر مقدور من عند الله، ولا يمكن أن يخرج شيء عن سنن القدر الإلهي. فالله سبحانه وتعالى بعدما بيّن هنالك بأنه هو الذي يحيي ويميت، وأن أولئك الذين كتب عليهم القتل لو كانوا في بيوتهم لبرزوا إلى مضاجعهم
ليلقوا مصارعهم، لأن قدر الله تبارك وتعالى لا يرده شيء. بعد ذلك جاء هذا الخطاب هنا، هذا الخطاب الذي فيه تقوية لعزائم المؤمنين، فإن الموت هو كما سبق من شأن جميع العباد، إذ الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت، وقد كتب لكل نفس أجلها، ولا يمكن أن تتأخر نفس عن ميقات أجلها الذي حدده الله سبحانه وتعالى في قضائه، وهو عنده معلوم، إذ لا تكون المعلومات وهي الأحوال التي تجري في هذا الكون مخالفة عن أمر الله. ثم بعد ذلك يخاطب الله تبارك وتعالى هنا المؤمنين بقوله: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله، أي لئن وقع بكم القتل وأنتم في سبيل الله بحيث إنكم تقاتلون عدو الله، أو متم أيضا في سبيل الله بحيث خرجتم للجهاد ولكن لم تموتوا بقتل أحد وإنما متم حتف أنوفكم، أو كان ذلك بسبب آخر غير القتل كأن يسقط الإنسان من علو ويكون ذلك سببا لموته، أو أن تلقي به دابته عن ظهرها ويكون ذلك سببا لموته، أو أن يلدغ أو أن يلسع أو أن يمرض أو أن يصيبه أي شيء كان من أسباب الموت، فمهما كان من ذلك وأنتم في سبيل الله فإن هنالك مغفرة ورحمة، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، أي أدنى ما يتصور من مغفرته سبحانه وأدنى ما يكون من رحمته، فذلك خير مما يجمع في هذه الحياة الدنيا بأسرها، إذ ذلك لا يساوي شيئا. ذلك لأن الإنسان قد يجمع الكثير من المال في هذه الدنيا ويكدح في سبيل تحقيق رغبته من جمع هذا المال، إلا أنه لا يدرك الاستمتاع بما جمع، بحيث يفاجئه ريب المنون وهو في كدحه وجمعه للمال قبل أن ينتفع به، كما يقول الشاعر في وصف الإنسان وهو يكدح في هذه الحياة: كدود الخز ينسج دائما فيهدك رغما وسط ما هو ناسجه. هكذا شأن الإنسان في هذه الحياة، يكد فيها كدا ويتعب فيها تعبا شديدا، وقد يهلك وهو في وسط مكدته، كما يهلك دود الخز حيث إنه ينسج دائما ولكنه مع ذلك لا يخرج من نسيجه وإنما يهلك وسط نسيجه. ثم لو قدر الإنسان أنه يحيا وقد جمع المال، قد يتلف المال فقد أصبح الإنسان غنيا ويمسي فقيرا، ولو قدر له أن ينتفع به أن يبقى، أي قدر لشخصه أن يبقى ولماله أن يبقى، فإنه ولا ريب بجانب ذلك هنالك منغصات في هذه الحياة الدنيا، هذه المنغصات تكدر عليه صفو حياته وتدغص عليه هذه اللذة، لذة الانتفاع بما جمع. وبجانب هذا أيضا فإنه مهما قدر أن هذا الإنسان تجاوز هذه المراحل كلها واستطاع أن لا يؤثر عليه شيء منها، بحيث عاش وبقي له ماله واستمتع بماله، إلا أن هذه اللذة لذة ثانية، كما يقول الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. فمع هذه ذكرى الموت والهرم لا يبقى طيب لهذه العيش بخلاف الدار الآخرة. ومع ذلك أيضا فإن لذة
الحياة الدنيا ليست كلذة الدار الآخرة من كل ناحية. لذة الدار الآخرة أسمى من أن تتصور وأعظم من أن تقدر. فلذلك كانت مغفرة من الله ورحمة خير من كل ما يجمع في هذه الحياة. هذا. ونرى شيئا من الاختلاف في التقديم والتأخير. فهناك عندما قال الله تبارك وتعالى: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، بدأ الله تبارك وتعالى بذكر الموت قبل ذكر القتل. ثم هنا في هذه الآية الكريمة بدأ بذكر القتل قبل ذكر الموت، ثم في الآية التي تأتي بدأ بذكر الموت قبل ذكر القتل، حيث قال: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فلماذا هذا الاختلاف في التقديم والتأخير؟ بحيث لم يكن نسق ذكر الموت والحياة واحدة، ذلك لأجل مراعاة اختلاف المقامات. فإن في تلك الآية السابقة ذكر الله سبحانه وتعالى أولاً الضرب في الأرض ثم الغزو، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً. والضرب في الأرض هو مظنة الموت أكثر مما يكون مظنة القتل، لأن الضارب في الأرض الذي يخرج لتجارة أو لنحوها ليس من شأنه أن يقاتل، في غالب أمره لا يكون أرضة للقتل ولكن يكون أرضة للموت، بحيث يمرض في سفره ويموت. ولو كان أرضة للقتل فذلك أقل من كونه أرضة للموت. فلذلك بدأ أولاً بما يتناسب مع الضرب في الأرض، ثم ذكر بعده ما يتناسب مع الغزو، لأن الغزو مظنة القتل أكثر مما كونه مظنة الموت. وهنا في هذه الآية الكريمة ذكر الله سبحانه وتعالى ما يكون للذين خرجوا في سبيله، والخروج في سبيل الله بمعنى الجهاد لأعلاء كلمة الله تبارك وتعالى إنما هو مظنة القتل أكثر من كونه مظنة الموت حتف الأنف. فالذين يخرجون للجهاد إنما يخشى إن خشي عليهم أن يقتلوا، لأنهم يتعرضون للقتال. فلذلك ابتدأ هنا بذكر القتل ثم ذكر بعده الموت التي تكون مظنته أقل من مظنة القتل. وأما قوله سبحانه وتعالى في الآية التي تأتي من بعد: ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، فإن ذلك إنما هو بالنظر إلى عموم الناس جميعا، فالناس متوعدون بالموت وموتهم حتف أنفهم أكثر من موتهم بسبب القتل، إذ الذين يقتلون أقل من الذين يموتون حتف أنفهم. فلذلك ابتدأ أولا بما هو أكثر. وقوله تعالى: ولئن متتم، قرأ كل من نافع وحمزة والكسائي ولئن متتم بكسر الميم، وهذه القراءة هي قراءة عاصم في رواية حفص فيما عدا هذا الموضع، أي هاتين الآيتين، فيما عدا هاتين الآيتين. في هاتين الآيتين قرأ عاصم في رواية حفص بضم الميم، وأما فيما عدا ذلك فإن قراءته تكون بكسر الميم كما في قول الله تبارك وتعالى: أفإن مت فهم الخالدون، يا ليتني مت قبل هذا. في كل موضع ما عدا هذين الموضعين قرأ عاصم في رواية حفص بكسر الميم. وأما الباقون فإنهم قرأوا في كل موضع بضم الميم، وهذه قراءة عاصم أيضا في رواية أبي بكر. أما قراءة من قرأ بالضم فهي من مات يموت، مات يموت. فعندما يكون الخطاب للواحد يكون أيضا بضم الميم،
التي هي فاء الكلمة، كما في قام يقوم يقول القائل قمت، فكذلك عندما يتحدث الواحد عن نفسه أو يحدث أو يخاطب غيره يقول مت ومت، كما في قمت وقمت، وكذلك متنا كما في قمنا. وأما قراءة من قرأ بكسر الميم فهي من مات يمات، من مات يمات كخاف يخاف، أصل مات يمات موت يموت، كما في خاف يخاف خوف يخوف، وكما في نام ينام نوم ينوم، فلذلك كسرت الميم. هذه لغة، أي هذه القراءة هي لغة، ذكرها المبرد وغيره. ومن شواهدها قول الشاعر بنيتي سيدة البنات عيشي ولا يؤمن أن تماتي. ومعظم المفسرين درجوا على أن قراءة كسر الميم إنما هي مبنية على هذه اللغة، ولكن ابن عاشور خالفهم في ذلك وقال بأن هذه القراءة إنما هي مبنية على المخالفة بين المضارع والماضي. هذه القراءة مبنية على المخالفة، وذلك بأن يكون الفعل الماضي على وزن فعل بكسر العين، والفعل المضارع على وزن يفعل. وهذا من الشواذ، وكلامه سبق إلى نحوه المازني وأبو علي كما ذكر ذلك عنهما أبو حيان في تفسيره. ومن الشواهد التي ذكرت ذلك قول الشاعر ذكرت ابن عباس بباب ابن عامر، وما مر من عمري ذكرت وما فضل، بحيث جاء فعل الماضي على وزن فعل فضل، مع أن الفعل المضارع يكون على وزن يفعل وهو يفضل، وهذا من الشاذ أن يقع مثله. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة. اللام بقوله لئن قتلتم هي اللام الموطئة للقسم، فبعدها قسم، واللام في قوله لمغفرة هي لام جواب القسم، فالقسم مقدر، أي والله لئن قتلتم، قوله لمغفرة جواب للقسم. وقد وجد الشرط والقسم معا، مع أن كل واحد منهما يتطلب جوابا، فأين جواب الشرط؟ في هذا اختلاف بين العلماء من النحاة والمفسرين، فمنهم من يرى أن جواب الشرط المقدر يدل عليه جواب القسم، ومنهم من يرى أن جواب القسم سد ما سد جواب الشرط، وهذا هو الذي ذهب إليه الزمخشري، وتابعه على ذلك أبو السعود والشوكاني، واعترضه بشدة أبو حيان، واعتبر أن هذا غير صحيح، لابد للشرط أن يكون له جواب مقدر. ويجد الإنسان من خلال السليقة أن المقصود فهم، وأنه لا يحتاج أن يتصور جوابا للشرط، فإذا لا يبعد أن يكون جواب القسم سد ما سد جواب الشرط. والزمخشري الذي ذهب إليه أيضا الجرجاني في حواشيه على الكشاف، عندما قال بأنه إذا اجتمع شرط وقسم نحو والله إن قام زيد قمت، فالجواب يكون جوابا لأي واحد منهما، أجاب بأن الجواب يكون لأحدهما، ويسد ذلك الجواب مسد جواب الآخر، أي بحيث يكون يقدر الجواب لواحد منهما ويكون سادا مسد الآخر، فإن قدر جوابا للشرط كان سادا مسد جواب القسم،
وإن قدر جوابا للقسم كان سادا مسد جواب الشر. وهنا لم يمكن إلا أن يكون الجواب جوابا للقسم لأجل وجود اللام الدالة على أنه جواب للقسم، وذلك قوله سبحانه لمغفرة أي لمغفرة أيا كانت، حتى ولو كانت من حيث النظر إلى سعتها مغفرة قليلة، ورحمة ولو كانت قليلة خير من هذا الذي يجمع كله. فالتنكير دال على القلة، هذا هو رأي الجمهور. وجوز القطب رحمه الله تعالى أن يكون التنكير دالا على التعظيم، ولكن من غير أن يكون ذلك تقليدا لوصف هذه الرحمة بأنها خير بأن تكون رحمة عظيمة. فلو كانت رحمة ليست في مستوى الرحمة العظيمة، وإنما هي رحمة قليلة، إنما هي عظيمة بالنظر إلى أثرها، أي كيفما كانت هي عظيمة، لرحمة من الله ومغفرة خير مما يجمعون. أي رحمة كانت من الله ومغفرة منه سبحانه خير مما يجمعون. فقوله رحمة مبتدأ، وسوغ الابتداء بالنكرة هنا الوصف الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى من الله، وما عطف عليه إنما يسوغ الابتداء به أيضا أنه معطوف على ما سوغ الابتداء به. ويمكن أن يقدر أيضا ورحمة منه خير مما يجمعون. ولئن قتلتم في سبيل الله، هذا القتل مقيد بكونه في سبيل الله أو متم. من المفسرين من يرى أن الموت المعنية هنا أيضا هو الموت في سبيل الله، وذلك بأن يموت الإنسان حتف أنفه وهو في الجهاد، أو أنه يموت وهو في أولته من الجهاد، أو يصاب بشيء مما يؤدي به إلى الموت بغير أن يقتل، فكل من ذلك مما يؤد خيرا. ومنهم من اعتبر الموت هنا على إطلاقه، أي ولو لم يكن في سبيل الله، ولو كان هذا الموت في غير سبيل الله ما لم يكن الإنسان في سبيل الطاغوت، وذلك أن يخرج في حركة تعود بالمنفعة عليه، كأن يكون متجرا تجارة محللة، أو أن يكون عاملا عملا محللا، أو أي شيء من هذا القبيل من الأمور المباحة، فإن هذا الموت خير إن مات وهو غير عاص لله، ذلك لأن الموت ينتهي به إلى أن ينتقل إلى رحمة الله تبارك وتعالى ما دام يلقى الله سبحانه وتعالى وهو مطيع له. ومنهم من جعل السبيل هنا عاما بحيث لم يقيده بكونه جهادا، وذلك بأن يخرج الإنسان في طلب العلم فيقتل، أو يموت وهو في طلب العلم، أو أن يخرج من أجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيعترض بالقتل أو بموت، أو يخرج لأي غرض من هذه الأغراض، فذلك مما يدخل في سبيل الله، لأن سبيل الله إطار عام يشمل كل خير. ويعترض أو نوقش ما معنى قول الحق سبحانه وتعالى خير، مع أنه لا يشك في أن الإنسان لو قارن ما بين شيء وآخر وكان مشتركين في الخيرية وكان أحدهما أعظم خيرا من الآخر أنه يقال خير منه، ولكن ما هي المقابلة ما بين القتل في سبيل الله أو الموت في سبيل الله؟ ما هو القاسم المشترك بين ذلك وبين ما يجمعون حتى يقال بأن هذا القتل أو هذا الموت هو خير مما يجمعون؟ وأجيب عن ذلك بأنهم قد يجمعون الحلال، فيكون هذا القتل أو الموت خيرا من ذلك بالنظر إلى كونه حلالا، والحلال هو خير ليس شرا. هذا الجواب
قاله جماعة من المفسرين، ولكن لا أرى داعيا إليه، لأن ذكر الخيرية لا يلزم أن يكون الطرف الآخر فيه شيء من الخير. فالله تبارك وتعالى يقول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرة وأحسن مقيلة. هذا لا يعني أن أصحاب النار والعياذ بالله عندهم شيء من الخير قط، وكذلك وأحسن مقيلة لا يعني أن أصحاب النار عندهم شيء من حسن مقيل، وإنما هذا أسلوب جرى عليه العرب ونزل به القرآن الكريم. من ذلك ما يحكيه الله تبارك وتعالى لوط عليه السلام أنه قال في بناته: كن أطهر لكم، ولا يعني هذا أن شيئا من الطهر فيما كانوا يفعلونه من القادورات. وهذه القراءة خير مما يجمعون، هي قراءة عاصم في رواية حفص التي نقرأ بها، أما الجمهور فقرأوا خير مما تجمعون. فعلى قراءة عاصم في رواية حفص الضمير راجع إلى أولئك الذين قالوا لقومهم ما قالوا، وعلى قراءة الجمهور فإن الضمير إنما هو راجع إلى المخاطبين، دخول تاء الخطاب، فالضمير للمخاطبين. ومعنى هذا أن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين للمؤمنين في هذه الآية الكريمة بأن عليهم ألا يتأسوا ويحزنوا بسبب قتل من قتل منهم وإصابة من أصيب منهم، فإن القتل في سبيل الله أو الموت في سبيل الله خير مما تطمح إليه النفس من متاع هذه الحياة الدنيا، فكل متاع الحياة الدنيا لا يساوي شيئا بجانب الخير الذي يترتب على القتل أو الموت في سبيل الله، وكفى بأن ذلك سبيل إلى لقاء الله سبحانه وتعالى وما يترتب عليه من الثواب الجزيل. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. في هذا ما يدعو أيضا إلى التجرد من علائق الدنيا والاشتغال بها الذي يشغل عن ذكر الله ويصد عن القيام بواجبات دينه، فإن القتل أو الموت، موت من مات وقتل من قتل، كل منهما يؤدي إلى أن يعاد الناس جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. وللإمام محمد عبده هنا بحث نفيس فيما يتعلق بهذا الحشر إلى الله، ما معنى كونهم يحشرون إلى الله مع أن الله تبارك وتعالى منزه عن حدود المكان، فهو تعالى لا ينحصر في مكان، والأصل الحشر هو الجمع، والحشر إلى الشيء الجمع إليه في مكانه الذي هو فيه، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. أجاب عن هذا بأن الإنسان ما دام في هذه الحياة الدنيا تشغل الدنيا جانبا من همه إن لم تشغل همه كله، فيظل هذا الإنسان مشغول بنفسه، مشغول بأهله، مشغول بماله، مشغولا بعشيرته، مشغولا بقرابته، مشغولا بولده، مشغولا بمجتمعه، كل من ذلك يأخذ جانبا كبيرا من همه، وقد يستفرغ همه كله بحيث يكون همه منصبا حول ذلك كله. أما ذلك اليوم الذي يكون المنقلب فيه إلى الله سبحانه وتعالى ويلقى الإنسان عند ربه جزاء ما قدم خيرا كان أو شرا، فإن الإنسان لا يبقى مشغولا بشيء مما كان مشغولا به في هذه الحياة الدنيا، وإنما ينصرف بكليته إلى ربه سبحانه، إذ لا يرى بين يديه إلا ما هو مقبل عليه من الجزاء الذي يجزيه به ربه على ما قدم، فلا يكون يومئذ مشغولا بتقويم بنية ولا بقضاء متعة ولا
بتربية نفس ولا بتمتئة حس ولا بأي شيء من هذا القبيل، إنما يكون الشغل الذي يشغله شغلاً واحداً. وبسبب هذا فإن هذا الإنسان عندئذ يكون قد نقل من وضع إلى وضع آخر، وبما أن هذا الوضع الذي نقل إليه لا يكون همه فيه مشغولا بشيء إلا بما هو مقبل عليه من الرغبة في أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى، أدى ذلك حشرا إليه سبحانه. مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هاتين الآيتين الشريفتين، الآية 155 والآية 156 من سورة آل عمران، سنتابعه في حلقتنا القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.